الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذا هو المقطع 22 بعد 100، الدرس 21 في الاقتصاد الجزئي تحت عنوان قيد الدخل ومنحنيات السواء، نظرية المنفعة رقم 2. احنا قدمنا في المقطع السابق نظرية المنفعة الجزء الأول، لكن الآن نقدم الجزء الثاني، وإن شاء الله سيتبع هذا المقطع الجزء الثالث والأخير حول نظرية المنفعة. وعلى بركة الله نبدأ. قيد الدخل ومنحنيات السواء، Budget Constraint and Indifference Curves. عرفنا في المقطع السابق قيد الموازنة، وهو قيد الدخل أو خط الموازنة أو خط الدخل، Income Constraint, Budget Constraint, Income Line أو Budget Line، وكلها مترادفات لبعضها، ويعرف رياضياتيا كما يلي: I تساوي X في PX زائد واي في بي واي مضروبة زائد إلى آخر يعني السلع. عندي الآن سلعتين بتحدث عنهم، ولكن قد يكون عدد كبير جدا من السلع. فآي هو الانكم لاين أو البجت لاين، هو يساوي حاصل ضرب الكمية من السلع اكس في سعر اكس زائد الكمية من سعر واي مضروب في سعر واي، وهكذا، حيث I ترمز إلى الدخل أو الموازنة، و X إلى الكمية التي يشتريها المستهلك من السلعة X، و PX إلى سعر X، وترمز Y إلى الكمية التي يشتريها المستهلك طبعا من السلعة Y، و PY إلى سعر السلعة Y. ما يعني بأن مجموع حاصل ضرب كل كمية من السلعة تحت الدراسة بسعرها يعطي مجموع الدخل الذي ينفق المستهلك على كل سلعة أو كل السلع. وعلى سبيل المثال نفترض بأن الانكم اي في هذه الحالة أو ما يريد أن ينفق المستهلك يساوي 100 دينار، 100 دولار، 100 جنيه وهكذا، وسعر x piece of x تساوي 10، و piece of y اللي هي سعر y تساوي 25. فإن قيد الدخل يكون كما يلي: 10 في x زائد 25 في y تساوي 100. هذا سعر x طبعا 10، هون كمية x، وهنا سعر Y 25، وهذه كمية Y تساوي الدخل، مجموع الدخل أو مجموع ما يريد أن ينفقه. قد يدخر المستهلك من دخله، لكن هذا هو المبلغ الذي نربز له أو نقول عنه بأن الدخل، وهو مجموع ما ينفقه على السلع المختلفة. نكمل التمثيل البياني لقيد الدخل. التمثيل البياني بقسمة I اللي هو الدخل أو قيد الدخل على سعر PX، سعر السلعة X، نحصل على أقصى كمية يمكن شراءها من السلعة X، وبقسمة الدخل على سعر Y، يعني سعر Y PY، نحصل على أقصى كمية يمكن شراءها من Y. بمعنى آخر، بناء على ذلك يكون أقصى كمية يمكن شراءها من X كما يلي: الآن X star، وضعنا star النجمة عليها حتى نميزها بأنها أقصى كمية، تساوي الإنكم أو قيد الدخل قسم على سعر X، ويساوي في هذه الحالة 100، وقسم على 10 يساوي 10 وحدات. إذن أقصى ما يمكن حصول عليه من X إذا أنفق المستهلك كافة ما يريد أن يشتريه، يعني من السلع المختلفة على X، على سعر X، فإنه يحصل كحد أقصى على 10 وحدات من X فقط، لكن صفر من Y. وإذا بالمقابل أنفق كل ما يريد أن ينفقه على السلع المختلفة فقط على السلعة Y، فإنه يحصل على اللي هو Y star، يكون أقصى ما يمكن شراءه من Y، تساوي الانكم على سعر واي تساوي 100 على 25 تساوي 4 وحدات، وهو اقصى ما يمكن الحصول عليه من واي، لكن سيخسر كل شيء او لن يشتري اي شيء من اي سلعه اخرى. الان التمثيل البياني كيف؟ وعندي على المحور الافقي الكميه التي يشتريها افتراضا من السلعه اكس، على المحور العمودي الكميه او الكميات التي يشتريها افتراضا من السلعه واي. الان اقصى ما يمكن شراءه من اكس أخذين بالاعتبار أنه ما ينفق على البيع سلع 100 وسعر X تساوي 10، فإذن 10 وحدات، إذن هنا الآن X star تساوي 10. بالمقابل أقصى ما يمكن شراءه من Y هو عند هذه النقطة اللي هو Y star تساوي 4. لو وصلنا بين هاتين النقطتين بخط اللي هو الخط المستقيم، نحصل على ما يسمى بقيد الدخل. هذا هو قيد الدخل، أي بمعنى آخر هو الحد الفاصل بين ما يمكن شراءه شراءه اللي هو على النقاط، ما يمكن شراءه داخل هذا المثلث، وما لا يمكن شراءه خارج هذا المثلث. الآن يعني الآن في عندي المثلث 0 10
40 هذا بنطلق عليه احنا المجموعة الممكنة، اي المجموعة من السلع من اكس واي التي يمكن ان يشتريها اذا كان بيمتلك 100 دينار او 100 دولار او 100 وحدة من العملة هاي، وعندي سعر اكس يساوي 10 وسعر واي يساوي 25 وهكذا. نكمل الان، لنفترض الان بان سعر السلعة اكس قد ارتفع من 10 بي اكس تساوي 10 الى بي اكس تساوي 20، ما يعني أن الكمية القصوى التي يمكن للمستهلك أن يشتريها تصبح كما يلي الآن: I على PX اللي هو 100 على 20 يساوي 5 وحدات. إذا انخفضت الكميات القصوى التي يمكن أن يشتريها بهذا الدخل فسميناها X Double Star، نجمتين حطينا عليها حتى نميزها عن الـ X Star السابقة. في هذه الحالة يدور قيد الدخل إلى اليسار كما في الشكل التالي. بقي الآن المحور الأفقي يرمز لي إلى الكميات المطلوبة من X، أو عفوا الكميات التي قد يشتريها، وهنا الكميات التي قد يشتريها من Y. عند الحالة الأولى قبل ارتفاع سعر X إلى هذا يعني من 10 إلى 20، فكانت الكمية القصوى من X تساوي X star تساوي 10، وهذه بقيت هنا طبعا الكمية القصوى من Y اللي تساوي Y star تساوي 4. فهذا قيد الدخل الأولاني. عندما ارتفعت أسعار X إلى 20 من 10 إلى 20، معنى ذلك أنه الحد الأقصى من الوحدات من X التي قد يشتريها اللي X star تساوي 5 وحدات، وبالتالي الآن الدوران إلى اليسار بنلاحظ إحنا، فأصبحت الآن الكمية X double star، وهنا خطأ طبيعي بسيط، لكن X double star يساوي 5 وحدات. الآن ها الدوران إلى اليسار من هذه النقطة إلى هذه النقطة، من هذا المنحنى إلى هذا المنحنى، أو من هذا القيد إلى هذا القيد، وبالتالي قيد الدخل الأولاني هو هذا من 0 إلى 10، لكن قيد الدخل الثاني أصبح الآن من 4 إلى 5. أول شيء من 4 إلى 10، الآن 4 إلى 5. طبعا لابد من ملاحظة تقلص المجموعة الممكنة. الآن كانت المجموعة الممكنة 0 10 4، الآن أصبحت 0 5 4 وهكذا. نكمل على بركة الله. لأن نفترض الآن بأن دخل المستهلك ارتفع من I تساوي 100 إلى I تساوي 200، ما يعني بأن الكمية القصوى التي يمكن للمستهلك أن يشتريها من كل سلعة ترتفع وتصبح كما يأتي. الآن X star الجديدة تصبح I على PX تساوي 200 على 10 تساوي 20 وحدة، في الأول كانت 10 وحدات. أما Y star الجديدة تساوي I على PY تساوي 200 على 25 تساوي 8، وبالتالي التمثيل البياني يكون كما يلي. نلاحظ احنا الآن على المحور الأفقي الكميات التي يمكن أن يشتريها هذا المستهلك من السلعة X، والمحور العمودي هي الكميات التي يمكن أن يشتريها المستهلك من السلعة Y. وبالتالي الآن أقصى كمية في الحالة الأولى كانت X star تساوي 10 و Y star تساوي 4. عندما ارتفع الدخل من 100 إلى 200، الآن الذي أصبح الآن أنه Y X star الجديدة تساوي 20 و Y star الجديدة تساوي 8، وبالتالي انتقل قيد الدخل من هذا الموقع الأول إلى الموقع الثاني، الارتفاع إلى أعلى. إذن هذا قيد الدخل الأول، الآن هذا قيد الدخل الثاني، والمجموعة الممكنة الآن أصبحت كانت بالأول 0 10 4، الآن أصبحت 0 20 4، ما يعني الآن أنه هناك كمية أكبر وأكثر من السلع من X و Y التي يمكن أن تتاح لهذا المستهلك. لابد من ملاحظة المجموعة الممكنة الجديدة. نكمل. ذكرنا في المقطع السابق بواسطة مثال يعني مفهوم تل المنفعة utility hill وما ينتج عنه، هذا هو تل المنفعة. الآن عندي على المحور الأفقي الأول اللي هو السلعة X، على المحور الأفقي الثاني السلعة Y، والمحور العمودي بيعطوني مجموع المنفعة. فبنتخيل كأنه هذه يعني هذا المنظر من ثلاثة أبعاد بيعطيني ما يسمى بتل المنفعة أو utility hill. الآن هذه كما ذكرتها في المقطع السابق نسميها منحنيات السواء، يعني ما أنا آخر لو أخذنا إحنا مقاطع أرضية، مقاطع أرضية عند هذا المستوى وعند هذا المستوى من ما يسمى بتل المنفعة، هذه المقاطع الأرضية ستعطيني هذه المنحنيات. هاي أول منحنى سواء، ثاني منحنى سواء، ثالث منحنى سواء، رابع منحنى وهكذا. هاي نسميها إحنا منحنيات السواء أو indifference curves. indifference curves. نكمل.
يمكننا أن نتصور سلوك المستهلك أثناء استهلاكه وحدات من السلعتين X وY وكأنه يصعد إلى قمة جبل أو تل، وأن المنفعة المستمدة من السلعتين ليست حرة طليقة طبعا بطبيعة الأمر، بل محددة بسبب وجود عاملين مقيدين هما الأسعار وخط الدخل. إذا يعني هلأ المستهلك حسب نظرية الاقتصاد الجزئي، وافتراضا بأنه يتميز بخاصية عدم الإشباع، إلا الذين آمنوا وعملوا مصطلحات، لكن بشكل عام الناس يعني بتحب وتفضل الكثير على القليل، الحاضر على الغائب، الأكثر على الأقل وهكذا، وبالتالي بتحب تحصل على كميات لا نهائية إن استطاعت من أي شيء يعني تستمد منه منفعة. لكن يقيدها عاملان هما الأسعار وخط الدخل. فبتخيل هذا الجبل، يعني كأنه الآن المستهلك بده يصعد إلى القمة، بده يعظم منفعته، هنا قاعدة التل وهنا القمة، فسيسير بهذا المسار لكن سيصطدم بالمحيط الأول كأنه عائق، يعني جزء من الصخور أو الأتربة أو الوديان وهكذا أو حفرة يعني، ثم سيصطدم بالمحيط الثاني اللي هو العائق الثاني اللي بنسميه احنا هون قيد. يعني الآن هنا يمشي أوكي، لكن في قيود بتحدد يعني مساره وكيف يصل إلى القمة وهكذا. الآن الحلقات أو المحيطات التي تلف التل كونتورز بنسميها، هي التي تشكل محيط السواء. هذه لو أخذنا الجبل سبحان الله، فمنلاقي هاي قمة الجبل، هاي القاعدة اللي تحت القمة وهكذا حتى نوصل هذه القاعدة الأولى. لو أخذنا مقاطع هكذا 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 نحصل على ما يسمى بخارطة السواء. خارطة السواء شكلها كما يلي. الآن هذه المنحنيات، هذه السرعة الأولى اللي هي X والسرعة الثانية هي اللي هي Y، وبالتالي منحنى السواء شكله يعني سالب الميل، لنفترض أنه نتحدث احنا عن ثلاثة منحنيات A B C على وهكذا. فخارطة السواء هي تتكون من عدد لا نهائي من منحنيات السواء، ولها صفات معينة طبعا سأذكرها بعد قليل. صفات منحنيات السواء أنها كثيفة دنس، بمعنى آخر كل واحد يقترب بالثاني وليس هناك فاصل بين المستوى الأول والثاني أو المنحنى الأول والثاني. ثانيا أنها سالبة الميل، نيجاتيف سلوب، هنا دنس كثيفة، هون نيجاتيف سلوب. الخاصية الثالثة لا تتقاطع المنحنيات السواء، دو نوت انترسكت، النقاط على المنحنى يعني المنحنى الواحد تعطي مستويات منفعة متساوية أو مستوى منفعة متساوي، ولهذا السبب سميت منحنيات السواء أو indifference curve، لأنها كل نقطة على أي منحنى، المنحنى طبعا لنفسه، لنفرض المنحنى A في الحالة السابقة، خلينا نرجع لو سمحتم، المنحنى A، هنا كل نقطة على هذا المنحنى بتعطي مستوى إشباع متساوي مع النقاط الثانية. أما المنحنى السواء B فالنقاط عليه كلها بتعطي مستوى إشباع نفسه لكن على المستوى هذا، وكلما ارتفعنا إلى الأعلى بزيد مستوى الإشباع طبعا. فأرجع على هذه الصفات. الآن الصفة الخامسة، المنحنى الأعلى يمثل مستوى إشباع أعلى، وبالتالي الآن هذه المنحنيات، هذا المنحنى بيعطيني مستويات إشباع أقل من الأحمر، أقل من الأخضر، أقل من البنفسجي وهكذا أوكي. وعن هذه الآن على المحور الأفقي الكميات من X، وعلى المحور العمودي هون الكميات من Y. دعنا نتخيل أن ما يستهلكه المستهلك من السلعتين وكأنه وقود يدفعه نحو الأعلى، لكن هذا الوقود لا يأخذه إلى مسافة لا نهائية كما ذكرت، يعني ليس هناك ثروة لا نهائية أو كمية لا نهائية من السلع التي قد يمتلكها أي مستهلك، بل هناك حد أقصى من المسافة التي يستطيع أن يقتحم، هناك حد أقصى من السلع التي يمكن أن يمتلكها، والحد الأقصى يفرض العاملان الأسعار، أسعار السلع المختلفة ودخل المستهلك أو ما يريد أنفقه. فالآن عندي هذا كمان تل المنفعة إضافة، يعني ما ذكرته في السابق عن تل المنفعة في ثلاثة أبعاد، على المحور الأفقي الأول السلعة، على المحور الأفقي الثاني السلعة طبعا عكس هنا والسلعة واي، وعلى المحور العمودي اللي هو
مستوى أو اتجاه المنفعة. فكلما ارتفع المستهلك أو المستهلك وصعد أعلى على مستويات أعلى على تل منفعة بحصل على منفعة أعلى، لكن سيصطدم بهذا العائق. هذا الدخل هو قيد الدخل، هذا العائق إذا لو بده بيصير يعني بده يصل لقمة لا نهائية سيصطدم بهذا العائق نتيجة لقيد الدخل الذي يتكون من الكميات وأسعار السلع وهكذا. تعظيم المنفعة الآن، شرحت في المقطع السابق الآلية التي يتحقق بواسطتها أعظم منفعة ممكنة، وقلنا بأن اشتقاق ميل قيد الدخل يكون كما يأتي. الآن عندي كمية X في سعرها زائد كمية Y في سعرها وهكذا. طبعا إذا كان في عندي في هذه الحالة فقط سلعتين فتساوي مجموع ما يريد أنفقه، وقد أطلقنا عليه بأنه الدخل. والآن إذا جعلت هذه Y في PY في الطرف الأيسر ونقلت X في PX للطرف الأيمن فتصبح كما يلي: Y في PY تساوي I ناقص X في PX. الآن بقسم على PY بطلع عندي Y تساوي I على PY ناقص X في PX على Y. إذا أخذنا المشتقة اللي هي التغير في Y بالنسبة للتغير في X، إذا DY DX تساوي سالب، هذه بتنشطب لأنه فيهاش أي متغير فتصبح صفرا وهذه تصبح واحد صحيح، وبالتالي هنا عندي سالب حاصل قسمة سعر X على حاصل على قسم على سعر Y اللي هو ميل قيد الدخل، وإشارة سالبة تعني بأن قيد الدخل سالب الميل. كيف يعظم الآن المستهلك منفعته؟ التمثيل البياني لتعظيم المنفعة الآن هذا منحنى السواء، وفي عدة نقاط دال ط، هذه النقطة واو حاء، وكل نقطة فيها تعطيني كمية المنفعة متشابهة كما نوع، يعني حاء تعطيني كمية المنفعة التي تعطيها واو أو طه أو دال لكن بأسعار مختلفة. فما هو ما هي الكمية أو التوليفة التي يجب على المستهلك أن يشتريها من X Y بحيث تعظم منفعته؟ طبعا بما أنه الآن مفروض على المستهلك قيد دخل مكون من الدخل اللي هو من income أو ما يريد أن ينفقه على السلعتين في هذه الحالة وأسعار هذه السلع، فبتقول لي انه اعظم منفعة اللي هي نقطة التماس، نقطة التماس بين قيد الدخل ومنحنى السواء كما ذكرت سابقا، لكن الان سنعطيها نلبسها ثوب جديد تحت عنوان، وان شاء الله سأبين ذلك بعد قليل. فاذا هنا هذه النقطة، بالتالي اعظم منفعة ممكنة حيث ميل قيد الدخل مساوي لميل منحنى السواء، وهذه النقطة هذه اعظم منفعة، بالتالي هي يمكن تعظيم أعظم منفعة ممكنة لكن بالأسعار المفروضة على المستهلك والدخل الذي يمتلكه. الآن مثال، لنفترض أن الدخل لمستهلك ما يبلغ 160 دينار، يدخل منه 7، إذن ما يريد أن ينفقه هو 160 ناقص 7 وبالتالي 153، ويشتري بما تبقى خليطا من السلعتين X و Y وكانت أسعارهما PX تساوي 3 PY تساوي 1، إذا يعني سعر X تساوي 3 وحدات 3 دنانير أو شيء، وسعر Y يساوي دينار 1. نفترض أيضا وجود التوليفات التالية من السلعتين التي يرغب بهما المستهلك اللي هو يعني سأذكرها بعد قليل، لكن السؤال ما هي التوليفة من هذه السلع التي تعظم منفعة المستهلك؟ هذا السؤال الأهم في نظرية المنفعة. الآن عندي السلعة X سلعة Y، فعندي الآن يعني توليفات مختلفة، فالكمية 100 وحدة من X ووحدة واحدة من Y. الآن انخفضت الكمية من السلعة X إلى 90 فارتفعت الكمية إلى من Y إلى 2 وهكذا البقية. لاحظوا ارتفاع الكمية التي يشتريها أو يرغب بها المستهلك من Y اللي هي 1 2 3 وهكذا حتى نصل ل 11. أما الكميات التي يرغب بها مقابل الحصول على كل وحدة إضافية من السعر كانت 100 أصبحت 90 أصبحت 80 وهكذا إلى أن تصبح 45. السؤال الذي يطرح نفسه من هذه المعلومات، ما يتم التضحية به من X للحصول على وحدة إضافية من Y؟ لاحظوا بعد إذنكم أحبائي الطلبة المتابعين بأن الحصول على وحدة إضافية في الحالة الأولى
من واي اللي هي انتقلت أنا من وحدة واحدة إلى وحدتين، ضحى المستهلك من 100 إلى 90، أي ضحى بعشر وحدات مقابل إيش؟ الحصول على وحدة. وبالتالي هنا هاي الآن 10 وحدات تضحية من أكس مقابل حصول على وحدة واحدة من واي. للحصول على وحدة إضافية انتقل من 2 إلى 3، لاحظوا الآن انخفضت ما يتم التضحية به من 10 إلى 9، وهكذا. فإذا الآن لاحظوا أنه ما يسمى بالكميات التي يضحي بها من سلعة X مقابل زيادة الكمية التي يحصل عليها من Y تنخفض تدريجيا. هذا بتذكرنا بما يسمى بالديكريزينج مارجن يوتيليتي، أو انخفاض المنفعة الحدية التي يستمدها المستهلك من سلعة ما مقابل سلعة أخرى. تعطي التوليفة 1 و100، لاحظوا هنا أي 1 و100، 1 من Y 100 من X، 2 من Y 90 من X، 3 من Y 81 من X، وهكذا. وبالأخير أخيرا يعني 11 من Y و 45 من X، وهكذا. التوليفة 101 على سبيل المثال مستوى الإشباع نفسه تعطيه، الذي يعطي التوليفة. أما التوليفة 55.7 نفسها لا، يعني بعطيني هاي الآن المستوى الإشباع الذي أحصل عليه من 101، أو الذي يحصل عليه المستهلك، تساوي الإشباع نفسه من لو كانت التوليفة 55.7، 55 أكس 7 واي، هنا 100 أكس و1 واي، هنا انخفضت أكس لكن واي ارتفعت، على الرغم من اختلاف الكميات بين الخلطتين واختلاف الكلفة. لهذا السبب يسأل المستهلك نفسه كم عدد الوحدات التي أضحي بها من أكس للحصول على وحدة إضافية من السلعة واي. الآن هذه اللي هي التوليفات. لاحظ الآن عندي هنا 45 مقابل 11، هنا 60 مقابل 6، هنا 90 مقابل 2، وهكذا. وهذا منحنى السواء على المحور الأفقي ما زالت السلعة أكس، وواي على المحور العمودي. الآن بناء على الدخل والأسعار I تساوي 160 كما ذكرنا، والادخار 7، المبلغ الذي يشتري به السلعتين X و Y طبعا هنا المبلغ يصبح 160 ناقص 753 بأسعار الآن P of X تساوي 3، P of Y يساوي 1، تكون معادلة قيد الدخل كما يلي: 3X زائد 1Y تساوي 153، ما يعني الآن بأن ميل قيد الدخل يساوي ناقص سعر X على سعر Y يساوي سالب 3 طبعا على 1، نأخذ الكمية المطلقة، أهملت الإشارة السالبة هنا، وبالتالي تساوي 3 على 1 اللي هو ميل قيد الدخل، رغم أنه سالب فأهمل الإشارة لأنها معروفة. ما يضحي به المستهلك من السلعة X للحصول على وحدة إضافية واحدة من السلعة Y يشبه بالحساب والمعنى كلفة الفرصة البنذيلة، ذكرناها في مقاطع سابقة بالمقطع الثاني والثالث من الجزء الاقتصاد والاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي. يسمى في هذه الحالة يعني ما يضحي به من أكس مقابل الحصول على وحدة واحدة من واي، نسميه في الحالة هاي معدل الإحلال الحدي أو Marginal Rate of Substitution، ويختصر ب MRS. تعريفه ما يضحي به من أكس مقابل ما يضحي به ما يحصل عليه من واي، وهو عبارة عن ميل منحنى السواء الذي سأبينه بعد قليل. يعرف معدل الإحلال الحدي Marginal Rate of Substitution بالصيغة الرياضياتية التالية: هذا Marginal Rate of Substitution معدل الإحلال الحدي يساوي التغير في واي مقسم على التغير في واي تسبقها الإشارة السالبة، ويساوي طبعا الكمية الثانية ناقص الكمية الأولى من واي مقسم على الكمية الثانية مطروح من الكمية الأولى من أكس، وذكرتها طبعا قبل قليل. هاي التغير في كمية السلعة واي، هذا هو التغير في التغير في كمية السلعة أكس، وهكذا مع أخذ بعين الاعتبار أن الإشارة سالبة. وقد وضعت الإشارة السالبة التي تسبق حاصل قسمة التغير في كمية السلعتين للدلالة على أن الكمية الناتجة أصلا تكون سالبة، ولا بد من التعامل مع كميات موجبة في هذا الإطار. ما يعني الآن بس نأخذها ككمية مطلقة، سنهمل الإشارة بعد قليل أو بشطب بعضهم هن والأسعار.
والذي سأوضحه بعد قليل إن شاء الله. يتم حساب معدل إحلال الحد كما يأتي: ما يضحي به المستهلك من إحدى السرعتين مقابل حصول على وحدة واحدة من السرعة الأخرى كما يلي. لاحظوا لهذا الجدول الذي الجديد، يعني الآن جدول عندي اللي ذكرته قبل قليل لكن وضعته دفعة واحدة الآن. السرعة X خطأ طباعي بعتذر عنه، 100 90 81 وهكذا إلى نصف 45. السرعة Y بدأت من 1 2 3 وهكذا حتى تنتهي ب 11. فقلنا ما يضحي به من X مقابل حصول على وحدة واحدة من Y يحسب كما يلي. الآن انتقل من يعني كمية Y من 1 إلى 2، لكن الآن خسر من 100 إلى 90 تساوي 10 وحدات، وهي هذه العشرة. الآن من 2 إلى 3 خسر من 90 إلى 81، بمعنى 9. وأخيرا كمثال يعني من 3 إلى 4 وحدة واحدة خسر من 81 إلى 73 اللي هي 8 وهكذا. والآن إذا بنلاحظ على أنه معدل إحلال الحدي للسرعتين بين السرعتين، يعني هنا معدل إحلال الحدي X مقابل Y، كل ما يريد أن يحصل على وحدة واحدة إضافية من Y بيخسر هكذا. فأول وحدة كلفته 10 وحدات من X، أول وحدة من Y لهذا المستهلك كلفته 10 وحدات من X، الوحدة الثانية كلفته 9، الوحدة الثالثة وليس 3 وحدات، الوحدة الثالثة كلفته 8، الوحدة الرابعة كلفته 7 وهكذا إلى آخر وحدة اللي هي وحدة واحدة كلفته وحدة واحدة فقط من X. ما يعني بأن ما يسمى بالمارجن ريت سبستيوشن أو معدل الإحلال الحدي يتناقص كلما زادت الكميات التي يستهلكها من السرعة التي يريد بها أو يرغب بها. وحيث أن كل نقطة على منحنى السواء تعطي الإشباع نفسه كمثيلاتها من النقاط، لكن باختلاف الكلفة من واحدة إلى أخرى، فإن أعظم منفعة ممكنة هي التي تقع على منحنى السواء وتكون مشتركة مع قيد الدخل، أي أن ميل منحنى السواء يكون مساويا لميل قيد الدخل، ولا يمكن أن يتحقق هذا إلا عند نقطة تماس واحدة. من أجل أن نتعرف عليه لابد من حساب ميل قيد الدخل، يعني أحسبها ثاني مرة بعد إذنكم. عندي PX في X زائد PY في Y يساوي income، نقلت أبقيت Y مضروبة في سعرها في الطرف الأيسر ونقلت PX في X إلى الطرف الأيمن فأصبحت I ناقص PX في X وهكذا. الآن بالقسمة على PY يطلع عندي الآن ميل، إذن Y تساوي I، قبل ما نحسب الميل Y تساوي I في مقسم على PY مطروح منها PX في كمية X مقسم على سعر Y. الآن إذا أخذت المشتقة أو التغير في Y مقسم على التغير في X، الآن ما فيش عندي تغير في Y ولا X، هنا تصبح صفرا، وهنا الآن X بتروح كأنها وحدة واحدة. وما يعني الآن برجع بقول أنه ميل قيد الدخل هو سالب سعر X على سعر Y. الآن ما يعني أن أعظم منفعة ممكنة تتحقق عندما يكون Marginal Rate of Substitution كما عرفنا يساوي سالب التغير في Y كما ذكرته قبل قليل مقسم على التغير في X، يساوي Y الثاني ناقص Y الأولى مقسم على X الثاني ناقص X الأولى، وتساوي دلتا Y دلتا X دلتا Y دلتا X، كما يعني كررت أكثر من مرة حتى ترسخ الفكرة بأذهان جميعا، يساوي سالب PX على PY، بما أن هذه إشارة سالبة هذه إشارة سالبة، إذا بيشطوا بعضهم البعض، وبالتالي الآن the margin rate substitution أو معدل إحلال الحدي يساوي حاصل قسمة السعرين سعر X مقسم على سعر Y. التمثيل البياني بيكون هكذا: هذا منحنى السواء، هذا الخط الأحمر الغامق، وقيد الدخل يمس هذا المنحنى عند هذه النقطة فقط لا غير. هنا عند هذه النقطة ميل اللي هو المارجن ريت سبستيوشن أو معدل الإحلال الحدي يساوي حاصل قسمة السعرين سعر X على قسمة Y، وتساوي ما يسمى بالمارجن يوتيليتي أوف X اللي هو المنفعة الحدية من السلعة X مقسم على المارجن يوتيليتي أوف Y اللي هي المنفعة الحدية لY، وتساوي بالضبط ميل منحنى الدخل عند هذه النقطة اللي هي PX على PY، تساوي اللي هي بهذه الحالة ميل قيد الدخل.
نجد من جدول كميات أن مرحلة السواء يصنع نقطة تماس مع خط الدخل عند القيمة 3 ذكرناها، وهذه القيمة مقابل الكميتين X تساوي 48 و Y تساوي 9، ما يعني أن هذه التوليفة تعظم منفعة المستهلك بسعر P تساوي 3 و P تساوي P، طبعا P X تساوي 3 P Y تساوي 1 وقيد الدخل مقداره 153. إذن هنا الآن التماس يحدث، هذا مرحلة السواء، هذه النقاط بتعطيني مستويات إشباع متساوية لكن توليفة السلع مختلفة. فهذه النقطة حيث المارجن ريت سبستيوشن تساوي سعر X على سعر Y تساوي 3 والتوليفة هي 48.9، 48.9 هي كمية من X و Y التي تعظم منفعة المستهلك، 48 من X و 9 من Y التي تعظم. وهنا الآن قيد الدخل وهذا المنحنى ميلاهما متساويان عند هذه النقطة فقط لا غير، حيث يساوي 3. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن يكون قد قدم الفائدة المرجوة بإذن الله لكافة الطلبة الأحباء والمتابعين. إن شاء الله المقطع المقبل سيكون أو يتعلق بما تبقى من نظرية المنفعة، اللي هو من نظرية المنفعة الجزء الثالث.